اللي صايد الشارع. عقب عقب هالمشهد مشهد في الشيء يا رجل. يا رجل كم ساعة يعني؟ سنتين وعشرين. حنجرة حنجرة رمادية. يا صاحبي وش اللي جرى واللي حصل واللي طرى يا أغلى الأوادم وش بلاك يا أغلى الأوادم وش بلاك عقب المحبة والغلا هاجرتني بد الملا وانا الذي هم رضاك وانا الذي هم رضاك من غير ذنب ولا خطا ولا جفا ولا بطا اقفيت والخافق معك اقفيت والخافق معك في صدتك وايش السبب ليه الجفا يا غل العرب مني الخطا ولا خطاك مني الخطا ولا خطاك يا راعي الطرف الكحيل ما عاد لي فالبعد حيل عود عسى العالم فداك عود عسى العالم فداك يا غايتي يا منيتي لا لا تخيب هقوتي يا زين وانا في رجاك يا زين وانا في رجاك سلامك أبعطيك بعد أنا محمد يا أخي هذا صوت متفرد جعلك سالم فيك والله صوتك جميل حتى سبحان الله كل واحد عنده نبرة مختلفة عن الآخر جعلك سالم عفوا عفوا عليك اي ايش يسمونه ارشيف عفوا عليك نوته وين راحت يا ولد انا ابي وين راحت انضيعت الله يطول عمرك يا سلام يا سلام تبغى اي هذه متاكد انها هي وصح قلبي حزين وصح نفسي حزينه بس وصلك غنيمة مستحيل اعتزلها أنت حاجة مهمة وأنت حاجة ثمينة من لقاها حرام إنه يدور بدلها وسال دمع الغرام وضايق صدر المدينة واقبل الليل ما فيه أسئلة ما سألها وقال صاحبك وينه قلت ما عرف وينه انتهت قصتك كنت أحسب إني بطلها ومن لقى مثل وجهه ما لقى مثل عينه ومن يشوف العيون الناعسه ما جهلها وصح قلبي حزين وصح نفسي حزينه بس وصلك غنيمه مستحيل اعتزلها وانت حاجه مهمه وانت حاجه ثمينه من لقاها حرام إنه يدور بدلها وسال دمع الغرام وضاق صدر المدينة واقبل الليل ما فيه أسئلة ما سألها وقال صاحبك وينه قلت ما عرف وينه انتهت قصتك كنت احسب اني بطلها ومن لقى مثل وجهه ما لقى مثل عينه ومن يشوف العيون الناعسه ما جهلها سلامتك هلا هلا
الله لا يهينك وياك جعلك سالم من يسمع الأمانة هذا دائم تفرج جعلك سالم طول عمرك ما جلهم بعد في كل حلقة احنا تواجدنا فيها انت بارتنا فيها طول عمرك ما جلهم بعد جعلك سالم اسلم الشمر الشمر القصيدة اسلم اسلم عند الرجال اسلم اسلم يمشي دور يمشي والله يمشي والله يمشي والله جعلك سالم شمري أسلم طال عمرك من الغزال أقول من غزل. العتار تبون من المكابر تبون يا الله أجاب أجيبك من هالبيات اللي أقول لك الغزال ينساق من دون تزوير يا مالك روحي وكل من وكل ما فيها منه يشبه قل لي يا فارق الغير وانت نعمة أحمد الله عليها ويقول يا النادر الغالي يا درة الموق لا تشكك في غلاك أنا إنسان حقاني جلستك بمجلس ما يجلس مخلوق بين الضروع وبين حزب المحاني وسلامتك صحة بجارك أبو أكبر شهرك محمد علي تفضل لك المايك مشكور تكفون يا اللي تشوفونا شوفه لو كان اشوفه من الجمعه الى الجمعه خلوني يا حب خشمه والمسك فوفه كيف العمل لا مشاهدته ولا سمعه وتكفون يا اللي تشوفونا بيشوفه لو كان اشوفه من الجمعة لي الجمعة خلوني يا حب خشمه والمسك فوفه كيف شاهدته ولا سمع سلامتك الله ايها السلام اليوم جمعة ولا تنسون قراءة لا تنسون قراءة سورة الكهف تجعل لك نور بين الجمعتين ويوم الجمعة فيه ساعة إجابة الكل يدعي فيها فقول بيتين ساعة إجابة حطها الله لنا عصير مدوا إداكم لمن يسمع إدعاكم يا أهل الوفاء والجود والطيب والخير ادعوا ولا تنسوني من دعاكم سلامتك صح سالك صح سالك صح سالك جزاك الله خير صلوا على النبي الرب اللهم صل على سيدنا محمد اسلم 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 بشر بالجنة هي يا صاحبي لا تنشد إلا عن الطيب رغم الظروف الكايدة ما علينا يا صاحبي لا تنشد إلا عن الطيب رغم الظروف الكايدة ما علينا دايم وحنا للهقاوي معازيب شوف كيف هقوة الرياجيل فينا ما نعرف إلا نمد ونجود ونطيب هذه الخيارات المتاحة لدينا سلامتكم جميع لا ابدا ابدا خذ راحتك الله يسعد قلبك اللي هو يقول اللهم صل وسلم على ابن محمد يا غزال علق الوسم في قلبي وراح يحسب اني مثل ناس تضيع حقوقها ما دار اني صحيا في الهاجد ولا الصباح
وعين فكري وعارف الديار وسوقها. يا سلام يا سلام جعلكم الله تسلمون. اي والله ابي يشيل اللي مشوي شاله اكتب الموال اي الله والعالم الناهي لهذه رجاء ولد لا 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 يا غزة ايوه الا الا يا ولد الا والله الا يا ولدتي ولدت الحي اي 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 يا الله تفضل يا ابو اكتبها في اليوتيوب تجي مهراش من علته سهران طول الليل وانا تمعى دقيقة واحد المايك يا ابو محمد ابشر ابشر بسال عنك ما بعندك تعرف ها محمد ها بعد اذنك سامعني لكن اسلم 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 طال عمرك قال سالم يا سلام كم افرق ان كل ما جيته تعديته لا اشوف خطه ولا اقرا وش لوحاته يا كود ما افرق طريق العطف لا جيته يفرض علي التفاته وتنهاته سلامتك سلام ابو حزام من قسام لا كنت بس الرجال ذا بس بيقول هل انت غزان على عطنا الاول يا احد تقدر تشيل احد رجال لا 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 يا غزان على قالوا اسم في قلبي راح فلوش يا غزان إيه اللي غنى تعرفها تعرفها محفوظ يا الربع فيها ابيات طال سلام يا ابو سعد سلام طال عمرك يا غزلي تفضل يا ابو سعد الولد خالي ونعم بكوبا نعم نعم بحالكم انا والله احفظ الشعراء اللي حولي اكثر مما احفظ لي اي والله اني انسى قصايدي لين حد يذكرني فيها واذكر اول بيت خلاص انطلقت اي والله انساها لكن يقول بسم الاله اللي عليه التكالي الواحد المعبود جل جلاله ربي ولا غيره عليم بحالي كل من خلق ربي عليم بحاله ربي ولا غيره عزيز الجلالي اللي يفرجها على من شكاله يا ابو حمد غنيت من ضيق بالي يشوق من يشكي لما ضاق باله أنت الخوي وأنت الرفيق الموالي وأنت من اللي يكسبون الجمالة وأكبر فخر يا خالي يوم أنت خالي ترى الفخر اللي تكون أنت خالة يا خالة أنا أشكي من عذاب الليالي قلبي شكا من جور وقت مضالة لي يقول سالي والله ماني بسالي من قال كيف الحال قلت بسهالة وأنا زماني صار ضدي ومالي مال الزمان وقلبي الهم شالة لحد حمل همي ولا حد عنالي بالعكس كل قال مالي وماله حتى القريب اللي حلاله حلالي لا جاء ولا حتى بعث لي رسالة وأنا الذي كان بالضمير اشتعالي الهم والهجوز زاد اشتعاله سبت حبيب دونه البعد حالي غايب ولكن ما تغيب خياله ليته معي دايم واشوفه قبالي يا حظ من دايم يشوفه قباله لبيه يا خلي ويا راس مالي لبيه أغلى واحد انقلت هاله ولبيه يلي الغلا ما يزالي ولبيه ما يسكن ضميري يبداله ولبيه ذاك الغزال المثالي لبيه ما قد هال قلبي مثاله لازلت أنا أحبه وما زال غالي القلب ما يطريه يقطع وصاله لجيت أنا باجيه مالي مجالي عداني الحساد راع الفسالة واليوم والله أني عن الدار جالي لين الحسودي قال عزو عياله دارم بها يا خال قيلن وقالي مالي وما أهل الحسد والفسالة
رزقي على ربي وهو خير والي، ما ابغى حد يصرف علي من حلاله، والله العظيم لو رصيدي ريالي مش حظ ضعيف النفس ولا اخذ ريالي. صح الله صح صح الله صح 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 الله ابدنك ولسانك الافداك ما عليكم زود. على ايام على ايام المدارس انا واخوي انا واخوي محمد الله يستر عليه يا رب سمع عليه توقع انا لا لا موقعين انا صف ثاني تقريبا هو صف خامس كنا لا رحنا المدرسه سندوتش عصير والشاي بيعطينا ريلين ايوه يوم جاء ذاك اليوم مسوي لي طاعه من البيت ما اعطاني شيء اعطى محمد 5 ريال وانا ما اعطاني شيء قلت طيب المهم مسوي لنا مصيبه من البيت رحت المدرسه جيت عند محمد قلت اعطني دراهم قال ماني معطيك ابوي حارمك لو انك رجال شاطر اعطاك دراهم قلت والله ما انت معطيني قال ماني معطيك قلت ما علي وانا اروح عند حق المصادر قلت هسه في واحد سرق فلوسي في المسحه قال شو اسمه قلت اسمه محمد حزام الشهراني اخوك قال هذا صف كم انا جحدته قال صف كم قلت صف خامس ابتدائي قال لي قلت والله ما ادري الرجال يخطي علي وضربني وخذ فلوسي وسرقني مره قام مره ينادي حق النظام يروح ينادي يوم جالني ذا قدام وقدام الاستاذ قال امني استاذ ايش مسوي الرجال ذا قال كيف ايش مسوي مشتكي عليك سارق فلوسه تقول ايش مسوي اخ محمد الرجال ذا اخوي قال كيف اخوك كان سارق فلوسه قلت رب الكعبه اني ما اعرف ولا اعرفني وانه سارق فلوسي جهاله ورعاه هذا بينكم جهاله قديم استاذ ورعاه صف ثاني ثاني يا ولد انا كنت عجم من صف ثاني متوسط وانا عجم اقول كيف حال التوره والله ما انطلقت الا قريب قلت والله اني صادق قلت يا تاد اتم بالرب التعب انه سارق فلوسي قال فلوسي قلت والله انه سارق فلوسي والله العظيم ويجي ياخذ منه ياخذ 5 ريال قال كم قلت 5 ريال سارقها بالضبط قال بالضبط انا اخذها منه قال هو طيب هو زي ما فيه الرجال يمشي الامور قال انا سارق فلوسك مسكها بعدنا ان شاء الله تعودنا دائما ابوي ما ياخذنا متاخر الا ذاك اليوم جانا بدري عنده يروح شغله وجاي ياخذنا بدري استاذ لنا مدرسه هذا يروح يوم قرينا احس الخامسة قبل ما نطلع نطلع دايم السادسة جانا قبلها جاء عند مرشد الطلاب اني انا مو موجود ان حق المصادر موجود اللي انا مشتكي عنده قال سلام عليك قال انا بالاستاذ طالبين قال من قال عبد الرحمن حزام الشهراني محمد حزام الشهراني قال طلع عيالك اثنين عاد ابو شك قال عيال اجل عيال من قال اثنين اخوان عيالك يبقى قال هذول عيال انت عيال من عيال جيران عيال جيران قال خلاص هم عيالك متاكد قال قبلنا ديم خل ابيك انا بموضوع وينادي النظام ذا ويناديني وينادي محمد اخوي قام دينا لان محمد اخوي قدام حق المصادر قال حق المصادر هذا عيالك ذول اخوانك عاد ابوي ينجل قال يا ولد انت شككتني عاد عيالي ذول اعطيك اثبات صور شيء قال لا الرجال ذا جاي مشتكي على اخوه يقول انك ما عارف ولا عارفني سارك فلوسي قلت انا جاي مشتكي والله ما جيتك جحدت اثنين الحين كلهم يا ولد جحدت اثنين جالس قال ما انت مشتكي قلت لا انت تسمن من انت انا ما اول مره اشوفك مدرسه اصلا وجه لها يا ولد يمين قلت مره ابوي ما عليك الرجال انا اعرفه زين مدير في البيت انت تعال انت مشتكي اخوك قلت الله لا اشتكيته ولا اخذت منه شيء حاول جابني منه واعترفت قال طيب ليه؟ قلت له ما اعطيته فلوس قال طيب مثل اختي قلت حتى ولا مدرسه يا اخي على وجهه رحنا البيت ابشرك اسبوع ما قد خذنا ريال كما جيت عند حق المصادر قلت ابي 5 ريال توقف لا والله برقات هات تجه والله ملك الحمد على وجه وخبزه وجبنه وعصير وزين جات خبزه وجبنه ولا تحجار ولا تعرف هذه قصيده علي بن زايد الغامدي رحمه الله عليه وهذه بلحن ولا بد عبد الله عارف الحان احنا بدات اهل الباحه والجنوب انت معي والله يقول ايوه اللهم صل وسلم على محمد لا صاحب لا خذيت جيها ما جاني واخطاطهم قشر والدير حرامي لا جيت بكال مهما فيها جوالي ما حد يجيب الخبر من صاحبي لي
سلامتكم. الله يبارك. هذه ندعي له وندعي لأموات المسلمين كلهم الله يرحمهم ويغفر لهم. هذه في سالفة صارت لي. هذا واحد من اخواني كل ما قال يا ولد انت من الشيء الفلاني. يا سلام. صار. سبحان الله. هذا اخوي خالد. الاخواني. مطلق. تعال هناك وطالب الشهاده. بس يعني هو الرجل اللي يعني طلعنا سوا وخلاص وكل ما قال يا ولد انت من الشيء الفلاني صار. وتعرف انا صغير باقي في كبر لا نصحته مهما كان لا نصحته لا لا تقنه هو اي هو كانت معنا هيلكس 2002 نظيفه للوالد الله يسامحني وان شاء الله يبشر بلع عوض بس خلى الله يس هذا الحجاء اي والله انت هذا خطا الله يرحم والديك واجي فيها واروح وفي تقاطع قبل البيت واجي مصيج مع التقاطع اهم شيء الموتر ويش هيلكس 2002 سلام جمرة يا ولد بس اني قضيت عليه خلني اعلمكم والله ومع التقاطع هذا واخوي يشوفني مره قال يا ولد الصبات عاد في صبات على التقاطع في صبات انت من الصبات يا محمد كان يقول ترك تصب الصبات يا الرجل اذا قال لك انت بهند ما في واحد واقول له انا سوق انا ما ادري ويش وتعرفون في بعضه يقول نسوق على شفافنا من له ما ادري من الكلام هذا وكل ما قال لي انا اقول له طيب خلني اعلمك عم يقول والله صحيح وكل ما قال لي يا فلان طيب خير ان شاء الله ومره وانا اجي الصباح ابي اجيب اغراض بعد قبل 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 الصبات فيها ردميه جاهز الهلمت هلمت خطير جدا شايف كيف وانا اجي مصيش تعرفون في ناس طايحين في الحركه هذه من قدي لا جاء عند التقاطع يمشي حبه حبه وانا مصيج امشي مصير والله يمكن اول 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 متوسط اول متوسط وانا اجي مصيج يعني داعس على الصاج وامشي ما بطن السياره ايه وهذا اشوفه انا اشوف اني اقربت منه كل ما له يمشي حبه حبه هذا الرجل ابلش كل ما قلت يا ولد الرجل دي وقف بس يبيني اقرب الرجال ما هم وقف ويطالع فيني سياره جاي بس وانا اكبس عنه فرمل وش لو صدمته الرجل هذاك يمكن غريب وانا الف عنه بس وان في الصبات هذه اللي يتكلم عنها اخوي وانا سلمت عليها والله يا ربي لك الحمد الحمد لله نزلت ما فيني شيء بس وش جاب بالي الوالد وانا اعطيها وضعيه الميت صح اقول لك ما جاني شيء والرجال يجي قلت اقول لك قال ها قلت انت بتفتك قال لي بتوديني المستشفى هرك تفتك انا ابي المستشفى ابي بس يحطوا لي ابر عشان يجي الوالد يشوفني في حاله يحن هذا ما عنده شيء وقال طيب هو يوديني المستشفى ما يعرف ايش يبغى مشيت ما ادري انا بصفق هو بالابر وانا اجي قال لي الدكتور ايش فيك قلت انا بطني توجعني قال انت ما فيك شيء وهو صدق قلت اقول لك قال قلت انا فيني نزيف قال يا رجال ما فيك شيء من الروعه من انا وانا اجي واحد الله يا شيخ يوفقه وين ما لقى وجهه حربي دكتور قلت له اقول لك قالها قلت انا صادم سياره الوالد ابيك تحطوني على السرير هذا بس خلوني بس قال طيب والله هو يجي ابوي عاد ابوي اخوي مداوم ما يدري عن الموضوع ذا كله ويجي الحمد لله على السلامه وصار فيها هواش وصار فيها امنا وانا اجلس في المجلس ويدخل اخوي اول ما دخل قال انا وش قلت لك؟ له عاد شهور انت من الصبات حذرني منها الرجال يحذرني منها بس عقل ما في قلت عاد الله كتب والرجل دخل علي قال الرجل وين دخل علي؟ قلت له الرجل يمشي على وين؟ قال نرجع على الكاميرات حقت ابو قاله يلا ويجي وانا الواد يمشي يا ولد تقاطع تمشي فيه امام شهاده ما يهم قال انت لو انك على هوينك تفاديت الرجال وهدى ومشت الدنيا اللي هي السرعه في بعض الاحيان ترى السرعه والله ما هي زين ومن شبابها راح وناس نستفيد من قصه الرجال نقطه مهمه جدا انا والله ودي اقولها بس انك عدا على شفاف النبله البلاء موكل بالمنطق الله الله البلاء موكل بالمنطق يا سلام صدق الله يكبرك الله لا قد ما سيد بيصير مقطع واردك يا ابو بعض الناس طول العمر انتبه من الشيء الفلاني انت بيصير انت احسن الظن بالله خلك دائم يعني متفائل لا تتشائم ابدا البلاء موكل بالمنطق كلامك صحيح بس نصيحة أخوي المفروض إني أسمع والله إن السرعة هي والله والله السرعة إني أعرف ناس واجد عندنا في المدينة ها الله إن يرحم الميتين ويغفر له ودعوا له بالرحمة ناس تعز علينا من سبب السرعة وناس والله إنها
يوم انك تجي تقول له انت شو اسمك؟ يقول ها كله من سبب السرعه الجوال. والله السرعه من قبل اول 2016 2017 الجوالات كانت قليله والناس تسرع والناس امور واد والحمد لله. على طار السرعه يا الربع بعلمكم يا طوال العمر ولا قاطع العمر احد بيتكلم براحت. في قصه الجن اللي بين الرياض والقصيم هذه قصه قديمه. قصه الجن قصه الجن. لا 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 يا على رجال رجع مع روحته من قلت والله مع روحته من قلت لا لا ما عليك هي سالفه بفيلم بسيطه هذه سالفه زي ما تقولون فيلم الدرب ترى مو عشبه. المهم يا طوال العمر يقولون اسلم اسلم يقولون يا طوال العمر اسلم اسلم نرجع نرجع الدوار تعال نخلص سالفته. ما هو مثل يا طوال العمر ذاك الرجال معه وينيت جبس ما عليك ولا قطع سالفك ما انصرع عندنا مطوع يقرا عليه راح مطوع سالفك الحال وقام عليه يا طويل العمر رجال على جبس وينيت شاري من القصي ايوه المشارين حول الساعة 11 الليل جن فيها جمس يوم تبقى على الرياض يا طوال العمر حول 120 كيلو عادة في قطعة اللي بين القصيم والرياض. يقول ما حلم ولا علم إلا الرجال اللي يشر في الشارع اللي عليه ثوب شاتوي وداقمته كل لطمة وفي خلي ما حولها أحد. يقول أقبلت عليه قلت الرجال ده ماني مخليه في قطعة الرجال ده بوقف وأشوف شنه. قام عليه الرجال وهدى يقول واصفط يقول قلت وين تبي يا أخو؟ قال انت رايح للرياض؟ قال الله الله. قال بروح معك على دربك. قال اركب ويركب يا طويل العمر ويحرك هويه. يلا حيه وش حالك؟ يقول ها عين وجه الرجال. يقول لا ما اشوف الا غياب ملامح مهيب واضح. يقول هم في ونيت قديم حتى اللمبه ما فيه لمبه. يقول عاين في وجه الرجال. يقول لا ما بها غياب ما غير غترتن كذا وغياب. يقول وين سيد انا وياه وين سيد وين سيد يوم تبقى على الرياض حوالي 60 كيلو. يقول قال يا لحيت الغانم عرفني عليك. قال اعرفك على اسمي مدري ايش. قال فضرب برجله على الطبلون لا هي وانتم بالكرامه رجل حمار. يقول والله يا حافر احنا في الطبلون انا حافر ان الطبلون. يقول افتكشكش علي جلدي. يقول بغيت ادق بريك قلت لا يسوي لي بلا ما له الا سيد قدام لين اقبل على نقطه الرياض. المهم يا طويل العمر والبقاء والسلامه. يقول من قوه الاختلاف وقوه الصدمه تم شفت رجل الحمار على الطبلون انتم بالكرامه. يقول بغيت احذف بالموتر على سرعتها تقلب انا وياه. يقول فهد زين عمري ولا رقاله الرجال تكشكش عليه جلده. يقول فهد يقول مالي اذا الحين له خطه بقول حين تعطلنا وبخلي الرجال يدف. هذا فاضي خطه. المهم يا طويل العمر يقول وطفت الموتر. يقول والتفت عليه قلت يا لحيت الغانمه الموتر تعطل نبي من كيد ندف. المهم يا طويل العمر لا تخرب الفيلم. المهم يا طويل العمر البقاء والسلام. يقول فوقف يقول قال ما عندك. يقول فافتح الباب فاطمه له يدف معي الموتر. يقول لا فني ادف معه هنا. يقول فادوم في الموتر. يقول فشغل السلف الموتر يا مشتري. يقول دف دف. يقول قد الموتر يمشي 180. يقول عاد راسه وراي يدف. يقول فدوم له في الونيت. يقول قد موتري بين السماء والارض يمشي 200. قلت لا اله الا الله ما له الا النقطه. يقول فاقوم اتعوذ من الشيطان واسمي بالرحمن يا ما اقبل على النقطه فاصفط نقطه الرياض. يقول فاطمه قلت يا رجل انا معي جن في الصندوق انا معي جن في الصندوق. العلم كيت كيت كيت. قال يا رجل تعوذ من الشيطان انت وش علمك؟ قال العلم كيت كيت كيت. يوم اقبلت عليكم سويتيه ما قلبني يدف معي. يوم وقفت عندكم والله لا العين منه ما عاد عينت. هذه قصه الجن برا هاي سالفه. انا اقول على طال السرعه قلت سمعت يا ابو انا رجال كنت اسرع واجد يعني اسرع على مشوير بسيطه ترى القصه حقيقيه يا ابو سالم. وجاتني فتره كذا قلت سرع معني بسرعه داني بعد ما تخلص السالفه تنصح اني بصح بذكرين. وجاتني مثل ما تقول والدي وقت ما ايش سرعه السرعات خليتني فتره انا كذا اروح واجي والله ماني بسرع. عندنا خط جديد حول بيتنا وكنت اسرع معه. جا كم اسبوع يمكن ما سرعت. هذيك مره تهديت مطبه شم جا رايحه عند كورد شم داعس شفته قلت والله انه يبيني رجع ذا والله انه يبيني تقوم معنا وانا اعطيها معه واروح الرجال امشي راح ما شاء الله تبارك الله وانا باقي ما مشيت ابي رايز تورس. قلت يا ولد بشط بدي تورس وانا اشتريت تورس. يوم قالت اللمبات يوم قالت اللمبات اشتغلت لمبات الحياه كل ابوها عندي اشتغلت لمبات الحياه كل ابوها. قلت هو وانا من روعه يمين في حديقه عندنا قريبه وانا سيده وصفت انت طف السياره وانزل حديقه ما
قاعد ساعتين ادور في الحديقة اظن قاعد ساعتين ادور في الحديقة ابي اشوف الرجاء وين راح انت شفت الرجاء وين راح لو والله شفناه في الحياة دي وين راح ما دخل Yeah.